اقتصادي. وفي موضوع آخر، كشف الرئيس المدير العام لشركة ديجيتال فيوتشر سيتي أن عملية ترقيم الإدارات العمومية والجماعات المحلية تسير بوتيرة سريعة بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية. التغطية لعبد الملك لكك. شركة ديجيتال فيوتشر سيتي شركة جزائرية بالأبنئة تقوم بإنتاج هذه المواد التي هنا في المعرض. حوالي 70-80% من المواد الأولية الجزائرية. نسبة الإدماج في بعض المواد تلحق إلى 90%، وهي والأقل هي 70%. عندنا برنامج في حوالي 5 سنوات لرقمنة البلديات ورقمنة الدولة، الشركات التي تريد رقمنة إدارتها. عندنا رغبات في التصدير، ونعمل في بعض الدول في المشاريع التي هي في مجال الرقمنة. كما كشف ذات المتحدث عن تنصيب محطات حافلات ذكية بالعاصمة وعديد الولايات تقدم خدمات إلكترونية عديدة على غرار دفع الفواتير وغيرها. هذا موقف الحافلات الذي هو منتج جزائري 100%، هو مكيف بشاشة إلكترونية، يقدر التواصل بين الجماعات المحلية والمواطن مباشرة من البلدية إلى الشارع. ونستطيع بهذه التكنولوجيا نقوم بأعمال صغيرة وأعمال كبيرة. نقدر نعمل بدفع الفواتير صون الغاز، فواتير المياه، فواتير هذه الفواتير استخراج شهادات الميلاد، لأن هذه الحافلة هي مزودة بالويفي وهي مرقمنة وهي عندها علاقة مباشرة مع الجماعات المحلية. قمنا بوضع حوالي 50 في العاصمة ووهران وسطيف، بدأنا بالولاية الكبرى. هناك طالب من طرف جميع البلديات وجميع الولايات، هذا وين بدنا نحطوه في هذه المواد في الرصوف في الطرق. بهذا مشاهدينا.